السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم جايب لكم التحديث اللي راح ينزل جديد هالاسبوع او الاسبوع القادم، MC5. طبعا مثل ما اكثركم يعرفون، اكثر شيء التحديث كان انه يسوون مود الباتل رويال اللي هو مثل مود ببجي. طبعا هسه راح اشرح لكم كل التفاصيل عن المود الجديد وشون تلعبوه وشون وكل شيء. اوكي شباب، بس راح ادخل جيم واشرح لكم طريقة اللعب وكل شيء. صراحة طبعا ما راح القى بس لاعب واحد اللي هو صديقي، لان البيت بالايفون القليل اللي لاعب كلش، بس انا يعني يمكن 3 أو 4 اللي يعني بس اللي عندهم كاميرا يقدرون يجيبون تحدي. طبعا دخلت الجيم مثل ما تشوفون. خلينا نبدأ بالخريطة. الخريطة طبعا يعني لا كبيرة ولا صغيرة، حجمها زين وسط يعني. بس خلي اقول الصديق اللي يقتلني. اوكي شباب، هاي الخريطة. وين راح راسي؟ شباب طبعا اكو شات بالجيم، يعني لا تكتب، يعني اللي بالجيم كلهم يشوفون يقرون الرسالة مالتك. بس من راح يبدي الجيم؟ طبعا هو المود مثل ببجي، بس من تبدي ماكو طيارة تنزلك للجيم، يعني مو طيارة وباراشوت، هاي رأسا هو يعني نشر عادي يكون. فهسه خليه يبدي بعد ثانية. اوكي شباب، هسه هنا راح يقول لك اختار المكان اللي تنشر بيه. اكو هواية اماكن طبعا، فخلنا نختار بالنص، المكان الصاير بالنص اعتقد هو هذا المكان الاكثر شيء ينشرون بيه. بدأ الجيم. هسه طبعا نسيت اقول لكم، اول ما تبدأ الجيم بدون اي درع، يعني حتى بدون الدرع مال اساسي مال لاعب مالتك، وبدون اي اسلحة، بس يعطيك مسدس رابع من تبدي الجيم. فهسه من راح يبدي راح تدور اسلحة ودروعه. خلي نشوف هنا يمكن اكو درع. هذا اوني، هذا اخذته. خلي ندور هنا، هذا الدرع العادي، الدرع العادي مال شو اسمه مال فئة. خلي نشوف هنا. طبعا الدقة مال الجرافيكس مو كلش قوي، يعني اعتقد راح يسووا احسن لانهار التحديث. بس بي طبعا هاي ما اعرف شي نهاية. هاي يمكن ذخيرة، اعتقد ذخيرة يعطيك. شوف هنا، هاي شنو؟ هاي رمانة، هذا سلاح. مش مرتها بالغلط، هاي ذخيرة اعتقد. اي شباب، هاي ذخيرة، الزيد الذخيرة مال سلاحك. خلينا نشوف هناك، هنا اكو شغلة. خلينا نصعد، هذا درع الدمار، خلينا نشيله. هذا الاوني ماتي وهذا الدمار. نشوف، ها هذا لقيت سلاح ثاني. فقط تقدر تحول مسدس؟ اي تقدر تحول مسدس. طبعا ها بيها زونهم اللي يشوفون الاحمر، بس زون شويه سريع هنا، يعني مو مثل ببجي. اعتقد ان ببجي خريطه مالتها كلش كبيره فيكون بطيء مالتها. اكثر شيء يصير الزون بالنص بالمكان اللي هذا انا داخل بيه. بس خلنا نطلع من هنا نشوف بس تطلع منين. هاي الباب. طبعا خلي اشوفكم شغله، اضافوا زرين دقمتين ترمي من عندها، هاي وهاي الثانيه مثل ببجي اعتقد موجوده بيها. هاي ما كانت موجوده قبل. طبعا
طبعا مثل ما تشوفون فوق هذا الطلق الدائري اللي عندكم مال السرعه، هاي السرعه يمكن تاخذهم بالقيم، وبصفه تصعد الدم مالتك اكو جنط ما دام نشوف نلقى هنا وبيها دروب، بس المشكله الدروب يعني ما ينزل انت تشوفه بالقيم، يعني تمشي تدور وتلقاه، وما اعرف شلون افتحها، يعني ماكو ايزه يمكن لان بيتا بيهم بيه شويه هواي مشاكل بي. طبعا يمكن اعتقد المود ما بي بوتات، يعني ما يحطون بوتات اعتقد، يعني هذا ياتا صديقي، ها هذا دروب ياتا نزل هنا، خلينا نشوف شنو هاي الاشاره الحمراء، ما اعرف شنو مش ها نقدر نهيات الدروب بي او بي اسلحه اعتقد هذا، وبي اوني وبي ثلاثه ما دم اللي تصعد ها، وبي ما سرعه هيات هذا السرعه ماشي استخدمه كل سريع صار اللعب Never drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Like a light switch burning back, there's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack, she's so on like a light switch burning back, there's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby bring it back. Yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Thanks guys for watching the video. If you have any question about the update, you can message me on my Discord. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو شباب، اتمنى ان الفيديو عجبكم، بس بالبداية الصوت ماتي ما اعرف ليش انقطع بنص الفيديو. واذا عندكم اي اسئلة عن التحديث
راح احط لكم الرابط مال ديسكورد سيرفر ماتي باول تعليق، راح تقدرون بس تدوس عليه وتدخلون السيرفر وتقدرون تدزون رساله اذا عندكم اي سؤال.